أحسن الله إليكم يقول هل يكون الدم النازل في حكم دم النفاس فترة المرأة للصلاة نعم يقول الدم النازل من هذه المرأة اللي مات في بطنها الجنين يكون دم نفاس يا شيخ إذا بدأت الصلاة نعم نعم دم نفاس إذا زاد عن واحد وثمانين يوم ونزل عليها سقط حملها ونزل عليها دم بعده فهو نفاس طيب. أما إذا إذا نزل قبل تمام واحد وثمانين يوم فإنه دم نزيف لا تترك الصلاة من أجلي نعم